دنيئا للمرأة في الإسلام. إذا شال الرجل زوجته رجم حتى الموت، وإذا تزوج مرة ثانية ولم يعدل بينهما حشر يوما قيامة شقه مائل. إذا كتب لها مهرا ولم يعطها إياه فهو سارق. إذا طلقها لا يحق له أن يأخذ شيئا مما أعطاها إياه. إذا أتل حقها في الميراث فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فهو ظالم نفسه. إذا ضربها وأهانها فهو لئيم، وإذا أكرمها فهو كريم. إذا هجر أكثر من 4 أشهر لها الحق بالتفريق، لا يحق له أن يعاملها كأمة. وإن قال لها أنت علي كبهر أمي سيفوم 60 يوما، أو يعتق رقبة، أو يطعم 60 مسكينا. إذا كرهها فليصبر، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإذا طلقها فعليه أن لا ينسى فضلها. وإذا افترق لا يحرمها أولادها وعليه نفقتهم. ما لها حرة فيه، إن تصدقت عليه فلا أجران، وإن منعته فلا يحق له السطو عليه. أي اعتداء عليها يعاقب عليه بمثل ما اعتدى عليها، وهو مسؤول عنها في طعامها ومشربها ومسكنها وملبسها ضمن قدراته المالية. قوامته عليها تكليف، وطاعتها له جهاد في سبيل الله. إن أمرها بالمعروف أطاعته، وإن أمرها بغيره فلا طاعة لمفلوق في معصية الخالق. ولأجلها فاض النبي حربا ضد بني قينقاع، وللدفاع عنها كان الموت شهادة في سبيل الله. ولأجلها حرك المعتصم جيشه إلى عمورية، ولسمعتها وضع الله حد القذف 70 جلدة. ذلك هو حق المرأة في الإسلام. صلوا على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم.